I swear we'd feed them. Lay your pounds down on that tabletop! If you lift those pounds off that tabletop! السلام عليكم. بعدا معكم زكريا مسكابي، ممثل مغربي اللي لعب الدور ديال لوكا في الفيلم ديال كازا اوفردوز، اللي فيلم تيحاول يستهدف الشباب باش يوريهم الخطوره ديال المخدرات بجميع الانواع ديالها، لا الصلبه لا. يعني كنقول لك الفيلم طرق لمجموعه من المشاكل اللي تعاني منها يعني بزاف ديال الشباب المغاربه، اللي هو يعني الادمان، الشرميل، الشفره، بزاف ديال الحوايج. يعني الفيلم نتمنى من الله يقدر يتوشي الشباب باش يعرفوا بان الطريق راه ما طريق ما والو، الطريق ما تادي بك حتى شي حاجه، اما الهلاك اما الموت اما المرض. نتمنى من الله يعني يقيس الناس، يرضوا بنا، يعني اللي يشوفوا يرضوا بنا، لان كما لان عانينا في التورناج ديال هذا الفيلم هذا اللي قلت الامكانيات. يعني السي عادل عمور اللي هو المنتج والمخرج عانى بزاف باش يدير هذا الفيلم هذا، وكما قال السي يونس بن زاكور هذا الفيلم درناه عن حب، يكون خير ان شاء الله. مرحبا. لوكا عشيرة بيغضب شنوش هو في حد ذاتها لو ريسك، هو اول شيء لو ريسك كاين. غير حنا انا الفكره اللي جات في الكتابه هي لما نتكلم على الادمان نرى الفئه الفقيره او الشريحه الفقيره. اليوم انا اختاريت نشوف واحد الفئه اللي هي ميسوره شنو كيوقع فيها، حيت هذوك الناس ما كنطلوش عليهم، ما كنعيشوش معاهم، ما كنعرفوش كيفاش عايشين مع ولادهم في البيت ديالهم، المسائل ديالهم. فاي شيء، اي عمل، اي فضيحه كتكون منطلقه من الشريحه الفقيره، يعني من الشرائح الفقيره، الاحياء المتهمشه. دائما ابن الحي المتهمش هو المشرمال، هو اللي كيتقرقب، هو اللي كيدير المخدرات. فاحنا حاولنا من خلال الرساله ديالنا اللي بغينا نوصلوا، اللي كاين عطاو ثقه لهذوك الشريحه وهذوك الشباب اللي في فقيره، بغينا نعطيهم ثقه في نفسهم بان راه ماشي هنتوما اللي غلطتوا في حياتكم، راه كاينين الناس اللي هما عايشين ميسورين الفيلا والمال والجاه، عندهم نفس المشاكل، فيمكن لكم ترجعوا للطريق ويمكن لكم تجتنبوا هذا الهدف. ما وصلنالوش لان الامكانيات كما قلتي، لما كيكون دعم خاص ما تقدرش تحقق فيه جميع الحلم ديالك. راني كما سبقت وذكرت تحيدت 21 مشهد من الفيلم اللي هي مكلفة جدا. صراحة يعني منذ زمن طويل احنا كسينمائيين يعني مغاربة سواء مغاربة الداخل او الخارج، انا في القطاع منذ زمان اشجع كل عمل يعني اتى سينمائي اتى به شاب او شابة او مثلا مبتدئ، لانه عمل سيغني الخزانة السينمائية المغربية، هذا اولا. ثانيا سيشجع هذا الشاب ولا الشابة باش يدخل واحد القطاع ويعطي فيه. دائما المجهودات الأولية كتكون على حساب يعني المال الخاص أو المجهودات الخاصة ديال المخرج أو المنتج. هناك صندوق دعم كان في السابق يدعم الإنتاجات يعني ما بعد إخراجها أو إنتاجها، لكن هذا الفيلم الذي شاهدناه اليوم لعادل عمور لم يحظى بدعم من هذه اللجنة، رغم أن هذا الفيلم هو فيلم محترم
يعني فيه جميع شروط السينما، من كاستينج، من سيناريو، من تصوير، من صوت، من إنارة، من موسيقى. يعني إذا لم يكن يعجب هذه اللجنة هذا رأيهم، ولكن يعني أنا من ناحيتي في وجهة نظري لابد أن نرى هذا الفيلم من ناحية صناعية، هل فيه مجهود صناعي من ناحية الكاستينج، من ناحية الإنارة، من ناحية الكاميرا إلى غير ذلك. إذا كان الأمر كذلك فلا بد من تعويضه. لابد من هذه اللجنة أن تراعي الظروف التي صنع فيها هذا الفيلم، يعني لأن الفيلم ما طاحش بالسماء، الفيلم صنع بأدوات يعني وبمجهودات خاصة وبأموال خاصة، فكيف الفكرة مثلا كيف سنشجع في المستقبل الشباب المغربي والشابات المغربيات على صناعة الأفلام المغربية أو الصناعة السينمائية المغربية؟ سؤال يطرح، إذا كنا ندعم جميع الأفلام، لأن لحد الآن حتى الأفلام المدعمة بعض الأحيان تكون نقصة في الكاستين على هذا المستوى الذي رأيته، وهذه بكل صراحة، فيستحق التعويض، يستحق التعويض، لأن السيد يعني عمل مجهود كبير، فلا يمكن يكون عندك واحد الكاستينغ اللي فيه سي محمد خويه، فيه نفيسة، فيه بنزاكور، وفيه آخرين بلا ما نذكر يعني الكل، وشباب يعني متهمس لا يعوضون. ثم التقنيات الكبيرة التي استعملها المخرج في فيلمه من درون والكاميرا المتحركة ثم السيارات وغير ذلك، يعني أنا دائما يبقى هذا السؤال مطروح على ذاكرتي، لماذا لا نعوض هؤلاء الشباب الذين دخلوا هذا القطاع؟